استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ولواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الوزير الأمريكي نقل للسيد الرئيس تحيات الرئيس بايدن وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي. وقد تناول اللقاء في هذا الصدد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتيسير إنفاذ المساعدة الإنسانية. وقد حرص السيد الرئيس في هذا الإطار على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدة إلى أهالي غزة الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين. وفي هذا السياق أكد الجانبان أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين. كما تطرق اللقاء إلى تطورات المشهد الإقليمي، حيث أكد السيد الرئيس رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، مشيرا إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية، ومجددا تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السبراني الذي تعرضت له، مشددا على حرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته. وقد تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة بهدف التهدئة وخفض التصعيد على النحو الذي يضمن استعادة السلم والأمن الإقليميين. اللقاء تطرق كذلك إلى جهود تطوير العلاقات الثنائية، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على استئناف الحوار الاستراتيجي والترحيب بانعقاده خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية الجارية لمصر، وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للدولتين. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. وقد اطلع السيد الرئيس على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس في ضوء التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وسبل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملاحة بالقناة في ظل أهميتها لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية. حيث عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لدعم التوكيلات الملاحية في أوقات الأزمات عبر تنفيذ آليات متعددة لتقليل تأثيرات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر. كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة عبر استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية بما يتلائم مع السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة على حد سواء، تقديم الخدمات المتنوعة للسفن المارة، وعلى رأسها خدمات الإنقاذ البحري وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانة الهيئة، فضلا عن الجهود الجارية لتأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية. كما تابع السيد الرئيس خلال الاجتماع مستجدات الجهود الرامية لتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يهدف لتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة في مصر، بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن واليخوت السياحية. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية رغم الأوضاع الراهنة، مع مواصلة العمل على تعظيم قدرات القناة التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية في ضوء أدائها المتميز والمشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة حتى خلال الظروف الطارئة وغير الاعتيادية.